دقائق في قسنطينة ونهاية لقاء اتحاد عنابة وبلدية سطيف نتيجة هدفين لصفر. إذن نبقى مع الخمس دقائق الأخيرة. مخلوف بخزر. فعلا الحبيب بقي بالضبط سبع دقائق على نهاية اللقاء والنتيجة دائما هدفين لصفر لصالح اتحاد جامعة عنابة من اتحاد بلدية سطيف. وعنابة دائما في الهجومات المتوالية خاصة بعد ما تحرت من العقدة بعد تسجيلها للهدف الثاني من طرف اللاعب بوكميال اللي خرج بعد تسجيل الهدف مباشرة وترك مكانه لمعيزي. انطلاقة من طرف دفاع اتحاد بلدية سطيف عن طريق مدني، مدني في اتجاه رفيقه عبد، عبد ومخالفة لصالحه، مخالفة لصالح اتحاد بلدية سطيف. والحكم السيد قطري عمار حكم مقابلة. نذكر بأن المقابلات ثلاثة اللي جرت اليوم جرت في ظروف طبيعية قاسية شوية، أمطار وبرد شديد، ولكن ظروف رياضية جد ملائمة بحيث ما كانش ما شاهدناش خشونة في اللعب أو طرد أو غير ذلك. جغل جغال يوفق في المراوغه تاعو، ينطلق جغال تمريره ناحيه من الشايب، لكن الكره كانت قويه. اللاعب الشاب الشايب اللي دخل مكان دريسي، وهذا اللاعب جغال اللي يبدو على الشاشه مسجل الهدف الاول. طريبش في اتجاه مدني بالنسبة لاتحاد بلدية سطيف، ياخذها منه شايب، شايب واش راح يعمل في اتجاه حاول باش يمررها الرابط لكن ما توصلش. ترجع لبشار، بشار جغال، جغال قطاي ولكن ما توصلش. عابد ترجع له، ترجع لعابد، ما كان حتى واحد، وزيتوني بسهولة يرجعها لبشار، بشار على الجهة اليمنى ناحية شايب. شايب جغال، جغال شايب مرة أخرى على اليمين، تدخل سنوسي يفتك منه الكرة، وطريبش، طريبش يفضل باش يرجع للحارس رشكاش. نلاحظ كذلك ب أن اتحاد بلدية عنابة دخل زوج لاعبين احتياطيين هما الشايب ومعيزي مكان كل من بوكميا ودريسي، بينما بلدية سطيف يدخل لاعب احتياطي واحد هو عابد. فتحة نحو الوسط قطاي، بل ربط ما تمكنش باش يستقبل هذه الكرة برأسه، وهذا اللاعب بشار المدافع الأيمن لصعد لتعزيز خط هجومه. طريباش، طريباش يفضل باش يرجع. انطلاقة من كركاش وقطاي، قطاي بقي يراوغ، تفتك له الكرة من طرف كركاش. عابد، عابد في اتجاه مدني، مدني وبشار من هناك يفضل باش يرجع للحارس، لكن الترجيع للحارس في هذه الظروف صعب وخطير بحيث ان الأرضية مملوءة بالأوحال والكرة تتوقف اثناء طريقها، واللاعب كان ذكي وما رجعش للحارس نتاعو. محاولات من طرف عابد اللي دخل في الشوط الثاني، هذا بالنسبه لاتحاد بلدية سطيف اللي بذل مجهودات كبيره ولكن مجهودات تبقات بدون نتيجه. بشار كرة ما تخرج، يلحق عليها، تدخل سنوسي يخرجها تماما، تماس من تنفيذ رابط ناحية شايب من هناك مع طريبش يخليها تخرج ضربة مرمى لصالح الحارس الصيفي. حوالي دقيقتين تفصلنا على نهاية هذا اللقاء والنتيجة دائما هدفين لصفر. الهدف الأول كان سجله جغال في الدقيقة العشرين من الشوط الأول، وبوكميا أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. طريبش، طريبش يصعد، طريبش ناحية زميله ريغي، ريغي في بحيرة صغيرة من الأوحال،
رجع الطريبس، طريبس مدني، تدخل الدفاع العنابي يخرجها تماما. شوفوا أرضية الميدان كيفاش مملوءة بالأوحال، وهذا ما صعب كثيرا مهمة اللاعبين، والشيء اللي حرمنا من مشاهدة فنيات. انطلاقة عن طريق بشار، بشار لتوقف له الكرة في مكان سيء من الأرضية، ما كان حتى واحد في الهجوم، والدفاع بسهولة عن طريق طريبش. طريبش، والحكم يعلن على نهاية هذا اللقاء في الوقت الرسمي بالضبط 45 دقيقة. هدفين لصفر لصالح اتحاد جامعة عنابة أمام اتحاد بلدي الصيف. نذكر بالنتائج اللي سجلت في نفس الملعب، ملعب الملك وفاق بلاستيك الصيف فاز على اتحاد البوني 3-0، وطرج ميكانيك جالما فاز على صلب جيجل بهدف لصفر. اذا حبيب بن علي، بخيت الاخوه الرياضيين في كل مكان، الى اللقاء معكم في فرصه اخرى بحول الله. فرصه سعيده مخلوف. نتنقل الان الى اللحظات الاخيره من الوقت الاضافي الاول في ملعب سيك. محمد مرزوقي،